اعتقد ان هم عندهم حداد سريع جدا، وعندهم الراجل الثاني اللي بيلعب ناحيه اليمين برضو عنده سرعه كبيره جدا، واحنا مش عاوزين نديهم المساحات ان دولت يخترقونا في المباراه. ده برضك من الحاجات المهمه. فزي ما بنتكلم على ايجابيات والايجابيات، لا طبعا دي الحاجه الثانيه اللي احنا لازم نخلي بالنا منها زي ما حضرتك.